السنة دي 2024 الكوكب الزحال هيتحكم في 12 برج بحظوظ جميلة جدا، وأكتر حظ هيبقى البرج الجدي السنة دي، لأنه الجدي صار له من 2008 وهو عنده معاناة معاناة معاناة. طلع من بيته دلوقتي، وهيبقى بالنسبة أوضاعه المادية والمهنية والعاطفية بس ينتبه صحيا. نعم، فاحنا بنتكلم الجدي هو الأكثر حظا السنة دي، السنة دي 24. ليه؟ لأنه هو متصل كمان معنا في الأبراج الصينية. السنة دي سنة التنين. نعم.